لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا بويل هلا مع الهلا شوميلة شيخ تنوم لابته لابته وقفة شوميلة 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 طبعها في جميع سباق متميزة تبعد من الحلال ولا تحب المضيق كل ما درهموها جات متحيزة هذه شرح مع المركز الأول مع الشوط الرئيسي تهدي بندلموك نقطة رئيسية ولكن يا بندلموك الخطورة من الظبي الخطورة من أرجوان أرجوان يا سلام الصارم الصارم والمضمر أيضا وراعي شرح اللحظات الحساسة اللحظات الأخيرة يا أصمدي أصمدي يا شرح ولكن لا مفر لا مفر من أرجوان الصارم 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 في الوقت الحساس سلام يا الصارم سلام سلام يا الصارم سلام يقلب التوقعات في الأمتار الأخيرة تهانينا والناموس الزبداني على المركز الاول بندلموك يحاول المبتكر يحاول ولكن القمة عند عز الجيش المركز الاول الموقع الصعب عندك يا ابو فهد يا ابو فهد يا ابو فهد على الصدارة سالم بن فهد بن براك الزبداني راح بالناموس راح بالناموس طار بالانتصار عز الجيش اهداه لعشاق هذا الشعار العنابي الفوطة العنابية بالنجمة الذهبية الله good afternoon لك يا ابو فهد مساء الناموس مساء ولا اروع في شوط رئيسي يهدى لمالكي عز الجيش سالم بن فهيد بن براك الزبداني المري تهانينا والناموس المركز يا بندلموك ولكن محبة مع المركز الثاني ولكن محبة مع المركز الثاني ولكن ارصد للمركز الثالث الله يا المدهش يا المدهش وصلت بدون أي أوامر بدون أي تعليمات مرعوشة مع المركز الثالث ولكن محبة مع المركز الأول ومبشرة من الجانب الآخر محبة وأيضا زمرة قادمة ولكن خلاص خلاص محبة محبة ومرعوشة مرعوشة مرعوشة المدهش 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 يدهشنا في هذا المساء كعادة هذا المدهش يدهش الجميع المدهش محبة ومرعوشة محبة ومرعوشة ولكن مرعوشة 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 تهانينا والناموس لسالم بن عامر المدهوشي على انتزاع مرعوشة لناموس هذا الشوط المركز يلا يا الداب ممثل الشحانية في المقدمة يمثل الشحانية والمدهوش يمثل أبناء السلطنة أبناء السلطنة السلطنة لكن أبناء الشحانية عيوا بالناموس والله يا المدهوشي عيوا بالناموس أبناء الشحانية كعادتهم كعادتهم دائما في القمة أبناء قطر أبناء الدوحة أو هنا على المركز الأول أبناء قطر لا يروح الناموس يداب يداب المدهوش يحاول يحاول لكن الداب على المركز الأول بنجرحب أبناء الشحانية يبقى الناموس شحاني شحاني في هذه اللحظات ينتزعه نايف اللي ناف بالمركز الأول حفلة 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 مياسة الأمتار الأخيرة ما بين حفلة ما بين مياسة ما بين العذبة ما بين الجربوعي انطلقت انطلقت حفلة 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 مع الناموس مع الانتصار حمد بن صالح بن هزاع العذبة يا سلام يا سلام يا حفلة يا سلام يا حفلة انطلقت مع الناموس انطلقت مع الانتصارات سلام يا العذبة سلام سلام لأم العوايد لأم الإنجازات وبمتابعة محمد بن جهمان حمد بن جهمان سلام يا حفلة سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وانت
الشهيد صامدين على البداية. عرفت يحاول مع الجربوعي ولك صغان ما زال صامدا حاملا للرقم واحد ويتواجد في الصدارة بانطلاقة فهد بن علي بن كاظم المري. وهنا عرفت على المركز الثاني مبارك بحسين بن راشد الجربوعي. منافسة مع الامتار الاخيرة ينطلقون في هذا التحدي حاضرين والناموس حاير وطاير بين صغان وبين عرفيت. سالم بن فهد بن كاظم ومبارك بن حسين بن راشد الجربوعي عرفيت. صغان عرفيت تسلل صغان يحاول ولكن عرفيت مع الجربوعي ينتزع الناموس. تهانينا والف مبروك لمبارك بن حسين بن راشد الجربوعي على فوز عرفيت وتحقيقه للانجاز المركز. جبارة والعنود العنود وجبارة جبارة والعنود والدفع ذاتي في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله بهذه الأوامر. هنا في هذه اللحظات تنافس ما بين المقدمة المركز الأول والثاني. هنا في هذه اللحظات هناك جبارة وهنا العنود العنود وجبارة. هنا في هذه اللحظات جبارة لراشد بن محمد بن مبارك المري والعنود لبن ذروة. العنود 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 الله يا محمد يا بن جار الله يا بن ذروة. أيضا من يقدم لنا العنود علي بن جابر بن جر الله بن ذروة مع المركز الأول. سلام وتحية يا العنود سلام وتحية. هنا في هذه اللحظات نتابع العنود العنود لعلي بن جابر بن جر الله بن ذروة البريدي. تهانينا والناموس لمحمد بن جر الله على هذا الناموس. متألق بإبداع بدون أوامر وبدون تحريكات ينفرد في صدارة هذا الشوط. شاهين على المركز الأول محمد بن علي بن عايض المري. المركز الثاني يتقدم شهلول مبارك بن حسين بن راشد الجربوعي. ولكن الله 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 سار وطار إلى الإنجاز والانتصار شاهين محمد بن علي بن حمد بن عايض. ينطلق مع الامتار الاخيرة بعرض ولا اروع بعرض مميز باداء جميل ينتزع الناموس ينفرد في هذا التحدي الكبير بدون منافس على الاطلاق. شاهين ينتزع الناموس. هانينا والف مبروك لمحمد بن علي بن عايض المري على هذا الفوز والانتصار المركز. شامخة محمد بن عبد الله الزعبي خامس المراكز رسمية. سعد بن محمد بن سالم بن جهويل. ولكن أعود مع الصدارة أعود مع البداية. الله يا المقدمة قيادة قيادة. سعد بن راشد بن سعد النابت المري يتقدم مع قيادة. ثاني لأسماء صدى راشد بن عبد الله بن محمد الزقيبة. الشامخة قادمة مع ثالث المراكز رسمية مع رابع الأسماء. ولكن قيادة قيادة مع البداية. الشامخة تحاول وللحظات الأخيرة ولكن قيادة قيادة مع الفوز مع الانتصار. سعد بن راشد بن سعد النابت. تهانينا والناموس لمالك قيادة. الشامخة تحاول ولكن قيادة قيادة. تهانينا والناموس لسعد بن راشد بن سعد النابت على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الموك طار 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 بناموس هذا الشوط. الله 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 مزعل مزعل مزعل. روح بالناموس روح بالانتصار. هذا هو مزعل. مشاهدين الأعزاء انطلق بانطلاق كبير في الأمتار النهائية. الشكل جميل والأداء أجمل. مشكور يا بن دلموك. هذه لحظة الأوامر والتعليمات وهذا هو العرض النهائي. هذا هو انطلاق الكبير اللي شاهده من مزعل على مقدمة الشوط. طار بناموس الشوط. مشكور يا بن دلموك اللي قدم لنا مزعل بأجمل تحدي وأجمل صورة في منافسات هذا المساء. انطلق نحو الفوز نحو الناموس نحو الانتصار. مزعل سلام مزعل سلام. تهانينا لبن دلموك على هذا الفوز وهذا الانتصار. علي بن فرج بن ناصر بن دلموك الذي قدم مزعل في أجمل تحدي في اللحظات الأخيرة. بينما يا
المكسور طار 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 بالناموس طار بالناموس غدم لنا احتجاج مع تلاطم الأمواج ليكون لاحتجاج الحضور مع البداية التقدم مع القيادة السيطرة منذ الانطلاق لكن عذية 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 الزعب قادمة على المركز الثاني الله عذية احتجاج احتجاج كرارة كرارة وكذلك الطيارة لكن احتجاج احتجاج حينما تلاطمت الأمواج كان الاحتجاج الحجة أولا بأنها هي المسيطرة والبطلة والقائدة لناموس هذا الشوط الثاني والتبريكات لفهد بن ناصر بن سالم المكسور الكايد مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الأخيرة إلى أين سيذهب السلام ما بين دسمان ما بين الكايد الأمتار الكايد الأمتار الدسمة الأمتار النهائية ما بين أبناء الدار وما بين أبناء الكويت الحبيبة ولكن أبناء الدار يأبون بأن لا يظهر السلام من هذا الميدان ولكن الضيوف الضيوف أرسلوا السلام إلى ميدان الشهيد أرسلوا السلام إلى الكويت الحبيبة سلام يا ظفر سلام يا ظفر وسلام يا فاضل يا بن ظفر يا الهاجري سلام سلام تهانينا تهانينا وألف مبروك وسلام لحشر بن ظفر الهاجري محملا على ظهر الجازي الجازي يا ابو سعد الجازي يا ابو سعد مطلق بن علي العنزي الجازي منحله 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 الجازي الجازي منحله منحله الامتار الاخيره اللحظات الاخيره منحله منحله الجازي الجازي ما بين المطلق وما بين البطين ما بين العنزي ما بين البطين الامتار الاخيره منحله منحله الجازي 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 منحلة 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 سلام يا البطين سلام سلام يا منحلة سلام تهانينا والناموس لمالك منحلة خليل بن سالم بن حمد البطين سلام يا البطين سلام تهانينا لكن وصلك الأملوم وصلك الأملوم مع الأمتار الأخيرة هادف بن راشد بن محمد بن كخانة النابت يقدم لنا الأملوم الله يا سلام ولكن شوف اللي وصل شوف اللي وصل وصل درس أول نداء لدرس في هذا الانطلاق علي بن عبد الهادي بن ذروة وصل مقدم لنا درس ولكن ما شاء الله شوف الإقلاع شوف الإبداع والإمتاع مع الأملوم الأملوم الأمتار الأخيرة هنا مع هادب بن راشد بن محمد بن كخانة النابت يقدم لنا أيضا عرض مسائي والأروع في هذا الانطلاق سلام لملوم سلام سلام بن كخانة أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لمالك لملوم هادب بن راشد بن محمد بن كخانة النابت على هذا الفوز والانتصار بينما شعاره مع قدوم ظن فاضل بن ظفر الهاجري المركز الثالث الله همس 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 تحضر مع هذا الحماس لكن راحت خطة بالحماس راحت خطة بالناموس بن سلامة بن سلامة بن سلامة هذا الرجل الخطير دائما لا سلامة لحضوره لأنه دائما يصنع الإنجاز المميز يصنع الانطلاقات الكبيرة ليقدم لنا النجاح المميز مع هذا الاختبار الحقيقي ومع خطة من نجحت في رسم ملامح خطة هذا الشوط وكانت هي المتوجة وصاحبة عنوان هذا الشوط الثاني والتبريكات نزفها لحمد بن علي بن سلامة على هذا الفوز المستحق بالتوفيق
في هذا الأداء المميز. ثاني الأسماء مخلاب حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، ولكن هناك بارود مع الفوز، بارود مع الانتصار. هنا عبد الله بن مسر بن سفران يتقدم، بن سفران ينطلق بهذا الأداء المميز. بن سفران بارود، عبد الله بن مسر بن علي بن سفران المري يتقدم. تهانينا والناموس وسعد الله مساك يا بن سفران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن مسر بن علي بن سفران من قدم لنا بارود، وها هي لحظة وصول بارود إلى خط النهاية. تهانينا وناموس لعبد الله بن مسر بن علي بن سفران المري. ثاني الأسماء هيا بن سفران وصل بوشريدة، مدى يقدم مبشرة على المركز الثاني. صالح بن حمد بن صالح بوشريدة على المركز الثالث. وصلت كم رهف في هذه اللحظات بشعار راكام عبد الله العجمي وسيوف قادمة على المركز الرابع. نتابعها في هذه اللحظات لتركي بن محمد بن عبد الله الخليفة. وصل وشعار العطية مع غزوة خماسية جميلة في اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، ولكن رهف 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 انتزع المركز الأول، طارت بالناموس بالانتصار رهف على الصدارة. لكن سيوف قادمة على المركز الثاني خطيرة، ولكن رهف سلام. تهانينا والناموس لراكام عبد الله بن محمد العجمي على فوز رهف بالمركز الأول وانتزاع. الفارس يخطف الأضواء، يخطف ناموس هذا الشوط من خلال حضوره المميز، حضوره الجميل بشعار المجدور مع صدارة الشوط محمد بن علي المجدور المري مقدما للفارس بعرض جميل، عرض الأروع يقدم مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار المجنونة. روح بالناموس الانتصار، روح بالسلامات إلى المجدور من خلال هذا الحضور الكبير، هذا الحضور المميز لانطلاقة الفارس. فارسه فارس في هذا المساء. الله يا سلام، يلا يا المجدور هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز اللي قدمه لنا. شوف العرض ما شاء الله، شوف العرض المميز الذي يمتع أيضا جماهيره ومحبينه. سلام للمجدور، سلام، أسعد الله مساك يا راعي الفارس على هذا الفوز والانتصار. تهاني الشلفة مع المركز الثاني، ولكن الأمتار الأخيرة يوها روحت الشلفة، روحت ما شاء الله عليها وحواليها. طارت بالإنجازات، طارت بالسجلات يا بن غنيم. هذا والله اللي جاب الغنايم، فالح بن غنيم بن عبد الله آل دواس الدوسري. سلام يا الشلفة، سلام يا بن غنيم، سلام يا آل دواس، سلام. تهانينا وألف مبروك على فوز الشلفة بالمركز الأول. شعارك يا البخيت، شعارك يا ابو عبد الله سالم بن عبد الله البخيت، من يقدم لنا فخامه بهذا المستوى الفخم، بهذا المستوى الراقي. الله الله الله، عرض الاميز روحت بالناموس الانتصارات. شوف هذا الفارق اللي سوته في هذه الامتار الاخيره، في هذه الامتار المجنونه والخطيره. فخامه بشعار البخيت، بشعار سالم بن عبد الله البخيت، شعار يقدم لنا نوعيات المميزة والجميلة في هذا العالم الساحر، عالم سباقات الجن العربية الأصيلة. مشكور يا أبو عبد الله، مشكور على هذا الأداء المميز والجميل. سلام لشعار الغشاميات، سلام، وسلام إلى سالم بن عبد الله البخيت. مشكور يا راعي، فخامة على هذا الأداء المميز. دارنا اللي معاه.